فقرة لعبة الحبار مع الجميل والحبيب مصطفى الأسد. حبيبي طبعا هاي الفقرة كلش صعبة. مبدئيا تريد تنسحب تنسحب، تريد تكمل تكمل، بس تعطي تعهد تكمل للأخير. منه ماكو بعد ما ترى. يلا حجي نلعب. مستعد؟ مستعد. تمام. تعرف تلعب ورق؟ حساب الورق قوي مو قوي؟ لا والله هيك. هسه انا انطيك اوزع لك. تمام. ايش عجب عاد اغلب المشاهير اقوياء بالورق. ما عندي والله وقت فراغ صراحه. جوكر شو تريد بعد؟ تمام. ستة إليك، ثلاثة، ستة، تسعة، 12، 15 إلي، والأربعة عشر إليك. ها أكو سحر بالموضوع؟ شنو؟ ما متفقين هيك. شنو ما متفقين؟ شفت شكو بالورق؟ صور. صور مشاهير؟ هذا الورق ما تكمل، اسحب. خذن كلهن. تمام. مصطفى جاهز؟ جاهز. تمام. بما انه انا سحبت ال 15 فراح اذهب بورقه زايده، خلي يساعدني زميل المخرج يظهر لي الصور اللي بيد مصطفى على الشاشه. المصيبه بيد مصطفى. نعم. اكيد ست صور من مشاهير ومن اقرباء المصطفى. مصطفى اسحب ورقه. يلا بسم الله. من اول واحد يغادرنا لازم يعني. يلا صفاوي. اكيد يعني الشخص اللي انا هيك خسر ما اخسر صراحه. فمايا احمد. مايا احمد غادرتنا اول وحده. مايا احمد. تمام. مصطفى اني سحبت، صار عندي بير. هذا بير. تمام. هذا بير وعندي ايضا بير ثاني. تمام. وهذه ورقه زايده. صار عندك بير. اها تمام. يلا من وين راح يغادرنا الثاني؟ شو خايف ترجيف؟ شو الموضوع؟ صعبه بس ما صعبه جدا. اها. من الثاني راح يغادرنا؟ اخوي وصاحبي حمود يغادرني. محمد عادل. محمد عادل. تحيه لمحمد عادل. اكيد غادرنا محمد عادل ومايا. تمام. انا سحبت وهذه ورقه زايده. اسحب ورقتك. من راح يغادرنا الثالث؟ يلا يا مصطفى. انور الشق الحبيب. اها. تحيه لانور الشق اكيد. تمام. صار عندك بير. نزل لي اياه. تمام. انا سحبت ورقه وذبيت ورقه زايده وهذه ورقتك. بعيد عليك الورق جاي ناوشك. يلا من راح يغادرنا بعد؟ حمود. تعذرنا اخوي محمد الصحاف. ها. تحيه لمحمد الصحاف. غادرنا محمد الصحاف ومايا وانور رشق ومحمد عادل. بقوا عندنا اثنين، والدك والدتك. النهايه صعب. دقيقه. اسحب هذه ورقه زايده. امانه هي بها صعوبه لكن بالتالي هي لعبه. اي بس شو اسوي؟ شو ادوس؟ بقى والدك الله يرحمه ووالدتك. من راح يبقى ومن راح يغادرنا؟ يصير انسحب؟ ما يصير. احنا بالبدايه قلت لك تقدر تنسحب بالبدايه بس بالنهايه ما يصير تنسحب. اعتذر يعني اكيد امي تبقى بالاخير لان امي هي امي وابوي. اها. والدك يغادر؟ اكيد هو الرحمه والغفران. الله يرحمه. غادر الحياه لكن بس امي عاشت الدور اللي صراحه لان انا اول ما جيت للدنيا توفى والدي. اها. فامي عاشت الدور. غادرنا.
الله يرحمه. الله يرحمه. احسنت صفاوي، كانت امانه مخلي لك صعوبه بالموضوع، لكن قدرت تتخطاه وقدرت يعني تجاوبنا بالنهائي. شكرا لك صفاوي. شكرا لك حبيبي. شنو رايك بهاي الفقره؟ لا فقره كلها جميله بس متعبه.